السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني شو اخباركم؟ معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم جايين بإذن الله تعالى نحكي عن اقراص التخزين او الهارد ديسكس او الهارد ديسكات بالعربي. طبعا كلياتنا بنعرف الهارد ديسك او قرص التخزين او اللي هي المساحة اللي بتخزن عليها ملفاتك على الكمبيوتر. اي مساحة تخزين في العالم، كان هارد ديسك او فلاش ميموري او مثلا ذاكرة تليفون، اي ذاكرة موجودة في العالم معرضة للتلف وللخراب. وطبعا اكثر الذواكر المعرضة الى التلف والخراب اللي هي الميكانيكال هارد ديسك او الهارد ديسك الميكانيكي اللي فيه اجزاء بتتحرك من الداخل. فبالتأكيد يعني لسه اغلبنا بستخدم هاي الهارد ديسكات لانه اسعار الاس اس دي مرتفعة حاليا، لسه ما نزلت عشان نقدر انه نستخدمها باحجام كبيرة وبنطاق واسع. فاليوم ان شاء الله تعاونت انا وشركة وندر شير الجميلة على اساس انه نقدم لكم مسابقة تليق في مقامكم ويجيكم من وراها منفعة. طبعا المسابقة باذن الله تعالى راح تكون خفيفة ولطيفة، وراح نشوف كيف ممكن انك تجاوب على اسئلة هاي المسابقة. شروط المسابقة سهلة، كل اللي عليك فقط انك تدخل الى امتحان او تست صغير، تجاوب على كم سؤال داخل موقع وندر شير. وطبعا الجوائز راح تكون عبارة عن 3 هارد ديسكات SSD اللي سعرهم $100 على امازون. طبعا حجم الـ SSDs ما ذكروا لي اياه بالرسالة، ولكن بما انه $100 على امازون انا بحثت عن اسعار الـ SSD اللي $100 على امازون اشوف كم احجامهم، اما 128 جيجا او 256 جيجا، الله العليم. فعلى الحالتين انت كسبان ان شاء الله. حاليا خلينا ننتقل الى الكمبيوتر ونعرف كيف بامكاننا انه ندخل المسابقة ونربح هارد ديسك SSD باذن الله تعالى. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهالفيديو من جديد. طبعا اليوم زي ما حكينا في عنا مسابقة رائعة من شركة وندر شير الجميلة، من خلالها بامكانك تستفيد شغلتين. اولا بامكانك انك تفحص صحة الهارد ديسك اللي عندك وهل هو شغال او مش شغال او يعني كويس رح يعطل، وكمان بامكانك انك تكسب هارد ديسك SSD اذا كنت من احد الفائزين الثلاث ان شاء الله. طبعا شروط المسابقة سهلة جدا، كل اللي عليك فقط انك تفوت على هالموقع، طبعا رابطه رح يكون موجود اسفل الفيديو بالوصف وباول تعليق. طبعا الاسئلة رح تكون بالانجليزي، فانت كل اللي عليك اذا كنت ما بتفهم انجليزي تكبس كليك يمين وتختار Translate to English، بعدين تنتظر تيجي على اوبشن من هون وتختار Translate Language، تختارها من هون Arabic. اذا كنت حاول تحوله لعربي بتحكي له Translate، بيحكي لك اختبار القرص الصلب الخاص بك والفوز برناندينيو سد القرص الصلب. عكل اول سؤال بيحكي لك كم عمر القرص الصلب او الكمبيوتر. انا اقراص الصلب او الهاردسكات اللي عندي عمرها اكثر من 3 سنين، فسبحان الله اجى الخيار لحاله هيك تلقائيا، كبست بالغلط على 3 سنين. السؤال الثاني بيحكي لك هل رأيت رسالة خطأ خفي عند تنفيذ الأنشطة النموذجية مثل نقل الملفات؟ يعني عمرك شفت مثلا رسالة خطأ على تليفونك لما كنت تعمل نقل ملفات داخل الكمبيوتر؟ فأنت بتختار الخيار المناسب بالنسبة لك. أنا بحكي له أبدا، الحمد لله ما واجهت هاي المشكلة. أي مجلد disappearing اللي هي اختفت يعني، أو مجلد دون سبب. بيحكي لك هون السؤال لأنه أنت بتعرف أنه ترجمة جوجل مش بزيادة، بيحكي لك من هون هل عمره اختفى من عندك مجلد او ملف بدون اي سبب عن القرص الصلب؟ فانا بحكي له ابدا والحمد لله. السؤال الرابع بحكي لك اسماء المجلدات والملفات التي يتم سارعة وتغييرها، انه بما معناه انه هل عمره تغيرت عندك الملفات او اسماء الملفات عفوا لحالها فجأة؟ فبحكي له ابدا والحمد لله، انت بتختار الخيار المناسب. السؤال الخامس بحكي لك تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تمهيد. طبعا انا لاني قارئ الاسئله بالانجليزي ففاهم شو هي الاسئله. هذا السؤال بحكي لك هل بحصل معك مشاكل عند تشغيل كمبيوترك؟ فانا بحكي له ابدا والحمد لله. بحكي لك كم من الوقت يستغرق جهاز الكمبيوتر الخاص بك لبدء؟ كم الكمبيوتر عندك بده وقت عشان يشتغل من بعد ما تكبس على كبسه الباور؟ انا عندي اقل من 10 ثواني والحمد لله. ضجيج جهاز الكمبيوتر الخاص بك يصبح اعلى صوتا مع الوقت، هل بتسمع صوت ضجيج طالع من كمبيوترك صار اعلى؟ فأنا بحكي له نعم قليلا، لأنه الهاردسكات اللي عندي عمرها صار أكثر من 3 سنين، عندي هاردسكين واثنين بلشوا يطلعوا أصوات شوي مزعجة. طبعا من هون إرسال للتحقق من حالة صحية للقرص الصلب الخاص بك ومشاركتها للفوز القرص الصلب سد. أوكي انسوني من ترجمة اللغة العربية، تكتب هون اسمك وتكتب هون إيميلك عشان يتواصلوا معك في حال كنت أنت الفائز. بتحكي له من هون سبميت أو عرض. طيب راح يعطيك هون صورة جيف، صورة الجيف هاي بعطيك عندها حسب شو طلعت نتيجتك. انا بحكي لي تهانينا، كنت تغلب على 90% من الناس في العالم في النتيجة الصحية، درفس الصلبة، ملفات الكمبيوتر الخاص بك آمنة،
وصوت على القرص الصلب الخاص بك. انسوني من الترجمة العربية لأنها بالمرة. على كل، ننزل نشوف قواعد الفوز بالقرص الصلب. هون القواعد بإمكانك تقرأها. طبعا القواعد بسيطة، كل اللي عليك انك تكبس على شير تو فيسبوك من هون. طبعا بس تكبس هون شير تو فيسبوك، تكتب at wonder share وبتكبس انتر. طبعا وبتكبس بوست تو فيسبوك او النشر على فيسبوك. بعدين رح نرجع على الفيسبوك. طبعا هاي الصورة اللي احنا عملنا لها شير على الفيسبوك زي ما احنا ملاحظين. تطلب من اصدقائك اللي موجودين عندك على الفيسبوك انهم يفوتوا على هاي الصورة ويدخلوا يصوتوا لك، او تجمع على الاقل 10 لايكات على اساس انه يتم ترشيح اسمك من بين الثلاث اسماء اللي راح يفوزوا باقراص صلبة من نوع SSD، كل قرص بقيمة او كل هارد ديسك بقيمة $100، وراح يوصلك لباب بيتك ان شاء الله. على كل اخواني، لهون بكون انتهيت من الفيديو، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبك الفيديو فيد الكل واعمل شير للفيديو عشان الكل يدخل هاي المسابقة، وانا نفسي بصراحة كلكم تربحوا بهاي المسابقة، بس للأسف هم حاطين شرط بس 3 فائزين، فلانه اسعار الاس اس دي غالي، يعني 3 فائزين $300، فما بعرف. على كل اخواني، يا ريت انك تشيك على الفيديوهات الماضيه اذا كنت حاب انك تستفيد اكثر واكثر، ويا ريت انك تعمل لايك لهالفيديو وتترك رايك تحت الفيديو بالتعليقات، وكمان انك تشترك بالقناه وتنورنا اذا ما كنت مشترك فيها، وفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول باول. لهون صار لازم اودعكم واحكي لكم ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمه. كان معكم اخوكم سعيد من قناه ذا بريكنج وولف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.